صباح الخير عليكم جميعا، وانا سعيد جدا جدا وبحبكم جدا جدا. اه والله انا كنت عايزكم تشوفوا الناس فرحانه قد ايه باللي انتوا عملتوه. متشكر. بقول تاني، كنت عايزكم كمان، اكيد انتوا قاعدين مع الناس وشايفين، متشكر جدا. طب خليني اقول الكلمتين دول بس لكم انتوا، لان بفضل الله سبحانه وتعالى تطوعكم وتواجدكم مش هنا بس، في كل الشغل اللي بتعمل، وحتى اللي انا مش ما بشوفهمش، يعني الشباب والشابات اللي انا ما بشوفهمش بقول لهم متشكرين، مش باسمي انا بس، انتوا اللي منورين، انتوا اللي منورين، انتوا اللي منورين. اشكركم واشكر كل شاب وشابه اشتغل هنا وانا ما شفتوش، مش باسمي بس، لا والله باسم كل مصري ومصرية في مصر المكان. اللي انتوا عملتوه هنا واللي بتعملوه انتوا وكل المتطوعين اللي زيكم بيغير حياة الناس ويسعدها. وبالمناسبة يعني مفيش مقابل أبدا حد يقدر يديه لحد مقابل إن هو يسعده. أيوه طبعا، أيوه طبعا 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 طبعا. متشكر جدا، متشكر جدا، فبشكركم وكملوا كملوا. اللي بيتعمل ده في الريف بتاعنا، ده في الريف بتاعنا، ده في الاماكن اللي هي كانت صعبه، ده اللي كانت الناس محرومه من حاجات كتير. معانا بيكم ودعواتكم الطيبه، معانا بيكم ودعواتكم الطيبه. انا هقول لكم وانا بحبكم جدا جدا جدا، متشكرين، شكرا جزيلا. ربنا يا رب سيبوه يتكلم، ما تسيبوا سبيلكم. يا خير جيش يحمي البلاد عشية وضحاها، يا مصر قومي فالكرامة زادنا، وجيوشنا وشبابنا كالأسود أراها، من شرق مصر لغربها وشمالها لجنوبها، الكل قام فداها، والله في القرآن خص اسمها، أن ادخلوها سلام بسلام آمنين، سبحان من بالأمن خص عماها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. متشكرين، متشكرين جدا، متشكرين مرة تانية. عايزين نكمل، عايزين نكمل، عايزين نكمل، ايوه عايزين نكمل ان شاء الله. متشكرين. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم.